مزيدا من التفاصيل نروح بسرعه الى مقر النادي الاهلي بالجزيره مع زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي اللي كان موجود لغايه اللحظات الاخيره في متابعه حيه لكل الاخبار ولكل الترتيبات داخل مقر النادي بالجزيره عشان نطمئن منه على كيف يستعد الاهلي، قائمه الفريق، اخبار اللاعبين، الجزء اللي كان مسموح النهارده بالتصوير، التحرك امتى. ان شاء الله باذن الله كمان الكابتن محمود الخطيب هيكون رئيس بعثه فريق النادي الاهلي الى تونس. توفيق مساء الفل، ومحتاج اطمن منك بقى وانت عايش في الاجواء كلها مع اللاعبين ومع الجهاز الفني، اخر الاخبار عندك. مساء الخير زميل عزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما ذكرت يا محمد، يمكن النهارده اخر ايام محامي اللقب بطوله دوري ابطال افريقيا للنادي الاهلي والبطل التاريخي للمسابقه في مدينه القاهره، ومن بعدها على طول السفر باذن الله رب العالمين للعاصمه التونسيه او مدينه تونس. يعني يمكن الفريق زي ما انت ذكرت يا محمد ابتدى تدريبه النهارده، التدريب الاخير هنا في ملعبه في مقر التتش بالجزيره في تمام الساعه 4 عصرا. كان قبل طبعا بدء المران مباشره مستر مارسيل كولر كان عامل جلسه مع اللاعبين كده في ارض الملعب، بيتكلم بقى عنه خلاص ان بدانا من النهارده رحله المباراه بشكل رسمي، اخر تدريب لينا، وبعد كده ان شاء الله زي ما انت ذكرت بقى في تدريبين في تونس خميس وجمعه باذن الله رب العالمين، استعدادا للمباراه باذن الله اللي هتكون يوم السبت باذن الله الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره. كده محمد التدريب حالا انا معاك دلوقتي شغال بقى بعض الفقرات الفنيه، ابتدى التدريب طبعا ببعض التدريبات البدنيه، ومن بعدها يعني اول ما ابتدت التمرينات الكوره كده مستر مارسيل كولر طبعا امر باغلاق التمرين تماما امام كافه وسائل الاعلام سواء الموقع الرسمي او قناه النادي الاهلي. وحالا دلوقتي انا معاك التدريب يعني يمكن دقائق قليله وينتهي، ومن بعدها على طول اللاعبين بقى هيجهزوا في غرف الملابس الخاصه بهم داخل النادي هنا، ومن بعدها على طول التحرك هيكون لمطار القاهره. يعني التحرك باذن الله هيكون تقريبا على الساعه 6 وربع من مطار القاهره على طول، تقريبا الفريق يوصل 7 طياره باذن الله رب العالمين الساعه 8. الرحله بتستغرق 3 ساعات ونص، ان شاء الله الفريق يكون موجود في تونس تقريبا بتوقيت تونس بقى 9:30 11:30 بتوقيت القاهره. زي ما ذكرت محمد كابتن محمود الخطيب هو رئيس بعثه فريق النادي الاهلي في هذه الرحله، ان شاء الله يكون نتيجه ايجابيه ونرجع بنتيجه ان شاء الله تسهل علينا مباراه العوده في القاهره. زي ما انت قلت بقى الترتيبات يا محمد، يمكن كابتن خالد بيبو المدير القرى بفريق النادي الاهلي، كابتن سمير عادل المدير الاداري للفريق سبقوا البعثه بالفعل، هم موجودين في تونس دلوقتي لانهاء كافه الاجراءات. يمكن ده الاجراء المتبع طول محمد باش مش بس عشان دي المباراه النهائيه، ولكن ده الاجراء المتبع في كافه المباريات الخارجيه للنادي الاهلي، ان دايما كابتن خالد بيبو وكابتن سمير عادل المدير الاداري بيسبقوا البعثه قبلها بيوم لانهاء كافه الاجراءات لتوفير كافه سبل الراحه من الناحيه الاداريه، سواء مكان الاقامه، المكان اللي بقى مخصص للنادي بعيد عن النزلاء لتناول الوجبات المختلفه، او كمان قاعه المحاضرات، كمان ملاعب التدريبات، خاصه ان الفريق هيخوض تدريب في ملعب خارجي. وطبعا التدريب الاخير زي ما انت عارف اللي هيكون مفتوح لوسائل الاعلام في اول ربع ساعه فقط هيكون على نفس ملعب المباراه في رادس، لكن باستثناء كده كل الامور يعني الاداريه بيتم انهائها بشكل سريع لتوفير الجو الملائم، وكمان يكون اللاعبين ومستر مارسيل كولر مركزين فقط في الجوانب الفنيه. زي ما قلت لحضرتك يعني ليك دقائق قليله وان شاء الله الفريق هيتحرك لمطار القاهره، دعواتك بقى ودعوات كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله بالتوفيق والرجوع باذن الله بنتيجه طيبه وتكون جيده جدا تساعدنا باذن الله تحقيق اللقب ال 12 وتحقيق كل احلام جماهير النادي الاهلي، وبالتوفيق باذن الله رب العالمين. كمان يعني ما فوتنيش يا محمد، نتمنى التوفيق لبعثه فريق النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي كمان المرافقه للبعثه زميلنا كريم احمد ومحمد عويضه وكمان محمد دكرور، ان شاء الله يكونوا موفقين يعملوا تغطيه ويحطوا جماهير كل النادي الاهلي في كل الاجواء، وان شاء الله نحتفل في تونس ونحتفل كمان بالتتويج في القاهره باذن الله رب العالمين. طيب توفيق، سؤال اخير وانا قدامي لقطات من التدريب اللي كان بدا من حوالي ساعه والجزء المسموح، عايز اطمن منك بس على احمد نبيل كوكا وعمرو السوليه واحمد عبد القادر ومروان عطيه، حد منهم كان موجود في التدريبات الجماعيه في الجري حول الملعب ولا في حد منهم لسه ممكن ما يكونش موجود في الفتره الحاليه؟ كلمت محمد بالفعل مع دكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول، يعني الحمد لله مروان عطيه موجود مع الفريق تمام. طبعا وجوده من عدمه ده يرجع لمستر مارسيل كولر الوجهه الفنيه، ولكن طبيا الغائبين عن اللقاء عمرو السوليه اللي اكتفى بالجري حوالين الملعب النهارده في نهايه المران، احمد عبد القادر اللي كان بيقوم ايضا بالجري في الملعب قبل بدايه المران، واحمد نبيل كوكا اللي بيواصل برنامجه التاهيلي والعلاجي بالجيم الخاص هنا داخل مدرجات مختار التتش، ولكن باستثناء احمد عبد القادر، عمرو السوليه، احمد نبيل كوكا، كل اللاعبين تحت امر مستر مارسيل كولر للاستعانه بيهم واختيار القائمه المسافره. لحد دلوقتي محمد طبعا بيقول اخبار كتير تكهنات كتير، ولكن الى الان لم يعني ما فيش حد غير مستر مارسيل كولر فقط ومساعديه هم اللي عارفين القائمه المسافره، لم يتم الاعلان عنها، هنعرفها كلنا بعد قليل ان شاء الله عقب على طول وصول الفريق لمطار القاهره. التوفيق لمستر مارسيل كولر في اختيار القائمه، التوفيق للاعبين داخل المستطيل الاخضر، وباذن الله الفرحه جماهير النادي الاهلي في كل مكان، وبطوله غاليه علينا وان شاء الله نوصل للنجم ال 12 باذن الله رب العالمين. باذن الله. زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي اللي موجود في مقر النادي الاهلي في الجزيره
وتابع منذ قليل تدريبات الفريق على ملعب مختار التتش بالجزيرة. كل التفاصيل وكل الأخبار ويمكن الخبر الأبرز، عمرو السولية وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا ما قدروش النهاردة يشاركوا في التدريبات الجماعية، وبالتالي فرص لحقهم بلقاء الذهاب بتعتبر معدومة، لكن بإذن الله إن شاء الله يكون في فرصة طيبة باللحاق بلقاء العودة عشان اكتمال الصفوف مهمة جدا في الفترة اللي جاية.